يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم. ودي انزل امشي، اكو وقت يعني باقي 5 دقائق على الحظر الليلي، فودي اتكلم على نقاط من اهمها. لماذا ينتكس الانسان؟ في الحقيقة هناك عدة اسباب للانتكاس، تحدثت عنها في فيديوهات سابقة، منها ان الانسان لم يتغير، تغيرت الكثير من يعني هو غير يعني قاعد يقاوم، لكنه لم يتغير فكرا وشخصا. ومن بين الأسباب المهمة قلتها أنا في السابق لكن نريد نفصل فيها قليلا، أن الإنسان لم يصل إلى اليقين الكلي بأن القليل من الإباحية والعادة السرية ستقضي عليه بضربة نهائية، ليس فورا لكن تدرجا، موت البطيء كما تقول كاثرين غراي في كتابها المتعة المفاجئة في التعافي، بالإنجليزي غير مترجم، أني أنا وصلت إلى مرحلة بأني أحفر قبري بنفسي أو بالبطل الذي كنت أتعاطاه أتشربه، ولو حفرت أكثر من الحد الذي أنا أحفر فيه فإنه سيكون لا عودة، لن أتمكن من الخروج بعدها. في الحقيقة أنك تقنع نفسك بأن في طرفك حتفك، كما ورد في كتاب ذم الهوى ابن الجوزي، من تابع طرفه تابع حتفه، هذا اللي قاعد نتكلم على تأثير 1 بالمليون مما يحدث الآن، أن تقنع نفسك وتتيقن وتبرمج نفسك على هذه الحقيقة أمر ليس هينا. يجب أن تذكر نفسك دوما، وما بعد الانتكاس، بعد الانغماس، بعد أن تصطادك العادة السرية، تستوعب أنك أنت فعلا تشاهد نفسك وأنت تحطم كل شيء بين يديك، وأنك أنت أصبحت تسحب من أرصدة حياتك. أنا لا أنزل هالصوب هذا، استرجع ذكريات ما قبل الوباء. وقتها أنت تكون مستحضر لخطورتها، حينما تكون في الانتكاس، حينما تكون في زلة، حينما تكون كذا، بس لكن نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، لأن زلة بسيطة، انتكاس سريع، لأن كل مرة تضحك على نفسك بأن هذا شيء بسيط، زلة قليلة هنا وهناك، سيكلفك الكثير. أوف، كل شيء سكر. سيكلفك الكثير جدا جدا جدا. وأنت ما الذي أثر على حياتك غير موضوع زلة صغيرة كل مرة، انتكاس سريع كل مرة، هذا هو، هذه قصة إدمانك.
انت لم تكن مصرا عليها في اغلب الاوقات، لكن فقط قليلا، فقط انا الان هذه المره الامر مختلف، هذه المره الوضع تحت السيطره، هذه المره انا صار لي فتره طويله فهذه المره لن تؤثر فيني كثيرا. ويغيب عن ذهنك ان مجرد المشاهده ستجرك، وان الزله ستجر نكسه، والنكسه ستجر نكسه اخرى، وادمان. وكما يقول جبداوغ انك انت تكون كالذي يعني وضع في زنزانة في أسفل الأرض، ثم بعد ذلك يتم إخراجه بضوء الشمس القوي، ويقول أين كنت أنا، أين كنت، أين كنت، أين كنت، كنت مخدر، كنت مخدر. أنا طوال سنوات الإدمان، يعني كم سنة كانت الإدمان الحقيقي الذي كنت فيه، كم يعني يمكن 7 سنوات، الذي هو يعني كان الغاية، يعني أكبر أو أشد مرحلة كانت يمكن 7 سنوات، لكن طبعا من منذ الصغر أنا يعني مع العادة السرية، لكن الإدمان الحقيقي حصل بقى يمكن لمدة 7 سنوات. ليش ما ثبت هذا؟ ف يلا جايكم جايكم. ف هذه 7 سنوات كنت فيها سكان، لم اشرب اي كحول، لكن بسبب عادة السرية والإباحية كنت فيها بغير وعي طوال 7 سنوات. ليس لأني كنت طوال 7 سنوات لا أفعل شيء سوى مشاهدة الإباحية والعبثية، لا، كنت عايش حياتي، أذهب وأخرج وأرجع وأموري طيبة وعندي أصدقاء وزاول عملي وأذهب إلى النادي وكل أموري نفس ما يكون، ليس نفس ما يكون، نفس ما يكون، لكن كنت مخدر تحت تأثير مخدر، لكن لم يتم إعلامي، لم يخبرني أحد بذلك. أنا عرف ذلك بعد ما أن خرجت منها، فنظرت إلى 7 سنوات التي مضت، أنا ماذا كنت أفعل؟ أين كنت؟ كيف كنت أتصرف بهذه الطريقة طوال 7 سنوات؟ ماذا كنت أفعل طوال 7 سنوات؟ كنت بالضبط يعني كشخص استيقظ بعد 7 سنوات وأصبح يقول يا للهول، كنت أنا سكران ومخدر لمدة 7 سنوات لم أكن واعي بنفسي. ف يعني زبدة النقطة، وما أريد أني يعني أوضحها، هو أن أنت حتى تبرمج نفسك، لذلك يجب عليك بأنك أنت تقوم بتمارين ترك العادة السرية كل يوم حتى وأنت تشعر أنك أنت متعافي. عليك بأنك أنت تبرمج نفسك، تتذكر دوما، تشاهد الفيديوهات. أنا أتمنى أن المحتوى العربي يزيد أكثر وأكثر وأكثر، يعني أنا يعني أجد ضالتي بالمحتوى الإنجليزي، هناك متسع بالمحتوى الإنجليزي بالنوفاب، فأستمع باستمرار حتى وأنا على التعافي، أستمع باستمرار إلى فيديوهات النوفاب. المحتوى العربي
يعني أنا حاولت إني أضيف، هناك بعض الأخوة حاول، هناك واعي، فيعني أنتوا قزموا وقتكم بالبرمجة يعني في الفترة هذه إلى أن يزيد المحتوى العربي. لكن الأهم من هذا، من استماع الفيديوهات، الأهم منها أنك أنت تكون لك مذكرة تسجيلية صوتية أو كتابية، أنك أنت تراجع ما كتبته أثناء الوقوع، أثناء الإدمان، تراجع دوما سجلاتك القديمة، سجلاتك الحديثة، تعرف ما الذي وضعتك فيه. أنت بتعرفون، يعني أنا قلت أكثر من مرة ماذا عليك. فإن كنت مدمن شديد الإدمان فيجب أنك أنت تقضي أغلب أوقات فراغك بأنك تبرمج نفسك على عدم، بأنك تبرمج نفسك على النوفاب، على الإقلاع، العادة السرية، على التعافي من الإباحية. هذا أهم شيء، لأن كل شيء آخر صدقني سوف يكون من أحسن ما يكون، سوف يصبح تلقائيا من أحسن ما يكون. كل المشاكل التي أنت تراها في حياتك في الغالب، في الغالب إن كنت مدمن، سببها البي ام او، سببها الإباحية والعادة السرية، ليس فلان أو علان، ليس الظرف الفلاني، ليس كذا وكذا، ليس نقص المال، ليس نقص الجنس، ليس سبب فلان أو حدث أو ما لم يحدث. هذا بسبب الفاب، بمجرد أن أنت تقلع عن الفاب وترفع الفاب عنك سترى بأم عينيك بأن فعلا أنت كنت متوهم بأن السبب كذا أو ذاك. حينما تتعافى ستعرف بأن السبب هو الفاب، هو الإدمان، إدمان الإباحية. ستعرف أن السبب هو إدمان الإباحية. فعليك عليكم أخواني أخواتي أن تلهموا أنفسكم، تشاهدوا الشخص الذي تريدون أن تكونوا عليه دوما طوال اليوم، تشاهدون أنفسكم على الشخصية الجديدة أو الشخصية الأفضل التي تريدون أن تكونوا عليها، تشاهدون تراكمات النوفاب، كيف أن بالتعافي كيف صحتك ستكون، كيف علاقاتك ستكون، كيف مزاجك سيكون، كيف مزاجك سيكون، المزاج، النفسية، الشخصية السيكوباثية، الانفعال، الغضب، تقطع النوم، والكثير والكثير. فعليك أن أنت تنتبه إلى العامل الذي يؤثر على كل شيء في حياتك. كل شيء سيخترب، وكل أبسطتك الاجتماعية والصحية وكلها سيتم السحب منها. الحمد لله بدي أفعل أفعل. كل شيء سيخترب إن أنت اتكست، كل شيء سيتعدل إن أنت تعافيت. صدقني صدقني، انت اجلس بينك وبين نفسك وراجع مذكراتك، راجع انتكاساتك، راجع ايام التعافي ان كنت بالانتكاس، راجع ايام الانتكاس ان كنت بالتعافي، راجعهم الاثنين ان كنت حريص. لمدة سنة، على الأقل لمدة سنة،
لمدة سنة، لا تريد سنة لمدة 90 ستة أشهر، لا تريد ستة أشهر لمدة 90 يوم، ليكون هدف، ليكون كل شغلك الشاغل بأنك أنت تتخلص من الفاب. سمعت الكثير من الناجحين والخبراء يعني ليس في مجال الإدمان لكن مجالات أخرى يقولون نحن نضع هدف واحد فقط نركز عليه ننجزه ثم ننتقل للهدف الآخر، فأنت لاحق على باقي الأشياء والتي ستكون تلقائيا انجز أولا النوفاب. طبعا إن أنت فقط ركزت فقط على النوفاب قد تقول حياتي ليس فيها شيء سأرجع إلى الفاب ستشعر بالسوء. نعم ممكن، لذلك حينما تنتهي من برمجة النوفاب اعمل على أهدافك الأخرى، خطط لهدفك الآخر الإيجابي. عندك مثلا هدف صحي، هدف رياضي، هدف مالي، لا بأس، لا بأس بأنك أنت تخطط تعمل على هذا الهدف، تتحرك، لابد منك أنت تتحرك كي تنجح النوفاب، لابد أن أنت يكون لك شيء تتطلع إليه تحققه، تريد تحققه، والنوفاب هو أقصد الفاب عائق في حياتك، فأنت تقول أنا أريد أن هذا الشيء لكن الفاب قاعد يعيقني، فأنت تشاهد هذا الهدف وقد تحقق وتقول أن الفاب في طريقي يجب أن أبكله وأتخلص منه وتعمل على هذا الهدف. هذا من ضمن التعافي، أنك أنت تعمل على هدف إيجابي أنت تتمناه، فأنت تسير وفق أن أنت تقوم بالنوفاب، وحينما تبرمج نفسك بشكل مؤثر على النوفاب تعمل بعد ذلك على الهدف الآخر، تكافئ نفسك بالرياضة، تكافئ نفسك بالقراءة، تكافئ نفسك بالعمل المادي، لكن إياك أن أنت تفرط في برمجة نفسك على النوفاب. مذكرتك موجودة، راجع مذكراتك السابقة، راجع تسجيلاتك الصوتية السابقة، راجع الفيديوهات، قم بعمل تمارين، افعل أي شيء يبرمجك على النوفاب، يبرمجك على التعافي. تكون دائما حاضر الذهن، دائما مستوعبا بأن الموضوع لا يستحق، لا يستحق هذه الصورة بأن أحطم حياتي كلها، لا تستحق الصورة هذه، الموضوع لا يستحق بأن أحطم حياتي من أجل هذه الصورة الرقمية التي خلف هذه الشاشة الزجاجية الصغيرة، لأن هذه البنت لن ألتقي بها ولا حتى يوما واحدا في حياتي كلها، فلماذا أحطم حياتي من أجلها؟ هي لا تعبأ بي أساسا، فلما أدفع كل هذه الأثمان؟ لكن أنت الآن لست مستوعب بهذه الأثمان التي ستدفعها، لست مستوعب لكمية الخسائر وقدر الخسارة الفادحة التي ستكون فيها ان انت انتكست، لست مستوعب، فيجب انك انت تستوعب، يجب ان تستوعب الان، يجب ان تستوعب الان قبل الانتكاس، تستوعب فداحة الموضوع. فهذا الشيء يكون كما قلت لك انك انت دائما تقوم بكل ما من شأنه انه هو يجعلك متيقن بان الموضوع لا يستحق، لان الخسارة جدا كبيرة مقابل هذا الشيء التافه البسيط الذي هو صورة. انا اقول لك الشيء الذي يجعل للإباحية قيمة هو نظرك إليها فقط، حينما لا تنظر إليها لا يكون لها أي قيمة، وعندما لا تفكر فيها لا يكون فيها أي قيمة.
يعني مثلا انت كنت تشاهد الاباحيه تعتقد ان هذا كل ما في الحياه وان هذا اهم شيء وان انت تريد الان وما ذلك، بمجرد انك انت تترك تقلع تشيح بنظرك وذهنك لفتره ما ستنظر الى ان هذه الاباحيه او الصور او الفيديوهات ما اسخف شيء في الحياه، وانك انت يعني غير مصدق من انت كنت تعطيها كل هذا كل هذه القيمه وكل هذه الاهميه. ف فماذا هي 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 صوتنا. إذن باختصار الفيديو ما الذي أقوله هو أن أنت يجب أن تستوعب بأن الإباحية هي أخطر شيء في حياتك أو الشيء الخطير الوحيد في حياتك الآن، وأن يجب أنك تتيقن من ذلك وتستحضر ذلك بشكل دائم وتبرمج نفسك كتابيا تسجيليا سماعيا بكل طريقة تستطيعها بأن هذا الشيء لا يستحق خسارات كبيرة في مقابل يعني متعة سخيفة من أسخف الأشياء التي في الحياة. أتمنى وصلت الرسالة وأتمنى أنتم تقوموا بتطبيق ذلك. نراكم في المرة القادمة في أمان الله.